وصمة العار المرتبطة بالمرض النفسي من أخطر المواضيع وأقساها، لأن انتشارها كبير للغاية. موضوعنا لليوم مشاهدينا مهم، والضيف شديد الأهمية، عقلية جامعة للطب النفسي منذ عقود. تشرفنا اليوم بأن يكون ضيفنا في عوافي عالم جليل من أحد رواد الطب النفسي، وكما لقب منذ فترة ليست بالبعيدة بأفضل طبيب نفسي في الوطن العربي في جميع أرجاء العالم. دعونا مشاهدينا نتحدث اليوم عن وصمة العار المرتبطة بالمرض النفسي وما يرتبط بها أيضا من مواضيع واشتقاقات أخرى مع ضيفنا الدكتور وليد سرحان، مستشار أول الطب النفسي والإدمان. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا دكتور وليد، هذا شرف عظيم للغاية لنا في عوافي بأن تكون ضيفنا، وفرصة عظيمة أيضا لطلبة الطب النفسي في شتى أقطار الوطن العربي محبيك لكي يتابعوك اليوم ويسمعوا حديثك. شكرا لك ولهذه المقابلة، ومن هذه من هذا المكان أرسل تحياتي لكل المشاهدين أينما كانوا. دكتور وليد، دعنا بالبداية نتحدث عن هذا التطور الذي شهده عصرنا في سبيل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، كافة الجهود الحثيثة لتقبل الآخر وأيضا لعدم التمييز ومكافحة العنصر. هذا صحيح. ما السبب دكتور؟ إذا ذكرت المرض النفسي فهو الجنون، هذا وليس هناك بالطب شيء اسمه جنون. صحيح. هذا تصنيف شعبي لتصرف خاطئ، أحيانا التصرف حتى غير مرضي. صحيح. يعني واحد يقود السيارة بطريقة مرعبة، الناس تقول هذا مجنون أو مخالف. يعني ولكن هذا إحنا هذا ليس له علاقة في الصحة والمرض، هذه أحكام من الناس على الأشياء الغريبة. نعم. حتى تزول الوصمة والمبادرة التي أنا أطلقتها في هذا العام لمكافحة وصمة المرض النفسي في الوطن العربي تهدف إلى نشر التوعية لمعرفة المرض النفسي ومعرفة أنواعه وأشكاله وتشخيصه وعلاجه، وأنا واحد من كل 4 أشخاص في العالم، واحد من كل 4 مصاب باضطراب نفسي. صحيح. ويحتاج علاج. تخيل هذا العدد. منظمة الصحة العالمية. هذا العدد ليس بالعدد القليل عندما نقول طبعا. واحد من كل 4. صحيح. يعني في أقل تقديرات لمنظمة الصحة العالمية بتتبناها 1 من كل 5، لكن لا، 1 من كل 4 أو 1 من 5، هذه أرقام مخيفة. عندما تكلمي عن 20 أو 25% من الشعب يحتاج إلى معاني ويحتاج إلى معالجة، إهمال هذا الجزء يجعل هناك ضعف بالإنتاجية، يؤثر على صحة الفرد، نوعية الحياة، يؤثر على الأمراض الأخرى. المريض نفسيا الذي لا يعرف مرضه يتنقل من عيادة لأخرى، نفقات كبيرة على الفرد وعلى الدولة لا معنى لها، وهو يهرب من حقيقة أن ما عنهم ليس مرض عضوي. دكتور، قادني إلى سؤال. عندما وجدوا في برديات طب الفراعنة وجدوا بأنه كان هنالك ما يسمى بالاضطرابات النفسية التي يتم علاجها لكن تحت مسمى جسدية. صحيح. ولم يكن هنالك وصمة عار. عندما فصلت النفس عن الجسد بدأت تظهر وصمة العار، وكان يتم إيداع المريض أو المصاب بالاضطراب النفسي في مستشفيات الأمراض العقلية، وذلك لعدم توفر علاجات. اليوم توفرت العلاجات لكن الوصمة لا زالت موجودة. صحيح كلامك، لكن يعني القدماء المصريين عرفوا الأمراض النفسية، لكن أول طبيب نفسي في التاريخ هو الرازي، وأول من قام بفتح قسم للطب النفسي في مستشفى عام هو في بغداد، وهذا ابن سينا. وعرفوا الأمراض وعرفوا، وقال ابن سينا والرازي أن هناك خلل كيماوي يؤدي لهذه الأمراض. فإحنا الطب النفسي لم نستورده، هو بدأ من عنا، ونحن لم تأخرنا بعد ابن سينا والرازي، وأصبحنا نطلق الوصمات. لا زال لدينا وصمات ليس فقط للأمراض النفسية، لدينا وصمات لمرض البهاق ومرض جلدي. صحيح. وبعض الناس لا يزوجوا بنتهم لعائلة فيها واحد مصاب بالبهاق. صحيح. شيء مرض مناعي بسيط
ما له أهمية. كان هناك الجذام، كانت الناس تهرب إلى عسما أنه واحد عنده جذام، لكن هذه تبددت. إنما الاضطرابات النفسية لم تتبدد، لأن فهمها ومعرفتها تم في 50-60 سنة الأخيرة، والناس لم تعرف بعد ماذا نقصد بالاكتئاب، ماذا نقصد بالقلق، ما هو الفصام، ما هو الإدمان. ومع كثرة السوشيال ميديا أصبح هناك خلط عند الناس، ولم يعد هناك وضوح في الرؤية، فلم يساعد هذا العلاج النفسي، لم يساعد في إزالة الوصمة. حسن من انتشار الوعي لكن ليس بالدرجة الكافية. وأنا من هنا وعلى وأنا أعرف أنني في أحد وسائل الإعلام المهمة، أحمل لوم كبير لوسائل الإعلام. وسائل الإعلام العربية لم تعتبر في أي مرحلة من مراحل أن رسالة مهمة لها هي الصحة بشكل عام، والصحة كلها ليس فيها وصمة والمريض بيروح على الطبيب. صحيح. إذن الصحة النفسية يجب أن تأخذ حيز وبرنامج في كافة المحطات، وهذه رسالتنا في عوافي دكتور. هذا بالتأكيد، يعني لابد أن يعرف الناس ما هو النوم، ما هو اضطراب الهلع بالضبط، حتى لا يستمر لعشر سنوات وهو يعمل فحوصات بلا فائدة. أنا معك ومعك بأن ضرورة أيضا التنبه بأن هنالك تخصصات طبية. طبيب الأسرة يجب أن يحول إلى طبيب النفسي، يجب أن يحول إلى طبيب العظام والمفاصل، أيا كان يميز ما بين الأمراض النفسية، الأمراض السايكوسوماتية والأمراض الجسدية. ومعك أيضا بأن الإعلام وبأن الإنتاج السينمائي لعب دورا مهما في تشويه صورة الأمراض النفسية وربطها بالجنون، وحتى تشويه صورة الطبيب النفسي. لكن ألا تعترف بأن هنالك بعض الأطباء النفسيين مارسوا وقاموا بممارسات خاطئة تجاه المرضى في وصف بعض الأدوية أو في وصف بعض العلاجات النفسية الغريبة التي أدت إلى تشويه صورة الطب النفسي؟ يعني لا أعتقد أن صورة الطب النفسي مشوهة، لكن إلى حد ما الطب النفسي وأي تخصص في الطب الممارسين فيه لا لديهم قواعد أخلاقية محلية وعالمية معروفة، وليس غريب أن تجدي هناك من يخرج عن القواعد الأخلاقية. والخروج عن القواعد الأخلاقية له قوانين يجب أن تفعل للتعامل مع أي تطرف في وصف الأدوية أو إعطاء أشياء مهدئة لا داعي لها. يعني المخالفات واضحة ومعروفة، ولكن العجز في الإجراءات، إجراءات العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة. دكتور، لما نتحدث عن الأدوية النفسية، هو كثير بتصير بأن المريض يروح لطبيب نفسي يقول له أنا أحد الأطباء وصف لي هذه الوصفة الدوائية لم تعطيني أي نتيجة، أو مثلا سوت عندي تأثيرات جانبية أدت إلى التأثير سلبا على صحتي. نعم. يقول له أعطيني الروشيتا أستثني لك هذا الدواء وأستبدله بدواء آخر. متى فعلا نلجأ إلى الأدوية النفسية؟ متى نلغي دور الأدوية النفسية؟ وهل كل اضطراب نفسي عصابي أو ذهاني يعالج بالدواء النفسي؟ لا، أولا يجب أن أي مشكلة نفسية يجب أن نصل فيها إلى تشخيص واضح ومؤكد، وبعد التشخيص تكون هناك خطة علاجية. الخطة العلاجية في بعض الاضطرابات يجب أن تبدأ بالأدوية، مثلا اضطرابات الذهانية، اضطرابات مزاج ثنائي القطب، هذه لا مجال فيها للبدء إلا بالأدوية وأحيانا بدخول المستشفى. لكن هناك اضطرابات أخرى مثل القلق والاكتئاب، الاضطراب الهلع، الوسواس، فيها في الحالات البسيطة إلى والوسيطة إلى متوسطة قد يكون هناك علاج نفسي غير دوائي فقط، سلوكي مثلا، لا علاج نفسي. العلاج النفسي يندرج تحته حوالي 50 نوع من أنواع العلاج، لكن يسمى العلاج بالكلام هو علاج نفسي. العلاج النفسي له دور، وهناك حالات تتطلب علاج نفسي وعلاج دوائي. يعني هناك للنقل الوسواس القهري، لا يمكن أن يكون العلاج الوسواس القهري المتوسط إلى شديد إلا بالاثنين معا.
علاج دوائي. لماذا نسمع أحيانا بعض المعالجين النفسيين بأن هنالك مثلا برنامج للعلاج المعرفي السلوكي ممكن أن يعالج حالات الوسواس القهري؟ نعم. خلال جلسات محدودة بدون وبالاستعاضة عن الأدوية النفسية. يعني إحنا ما لنا علاقة بمن يقول، هناك أسس وقواعد عالمية وبحوث تجرى وقواعد إرشادية متفق عليها من الجهات العلمية بالعالم. العلاج المعرفي السلوكي علاج فعال وجيد. أولا لا يجب أن نتأكد أن من يقول عنه يتقنه. وبضع جلسات، ليس في العلاج المعرفي السلوكي شيء اسمه بضع جلسات. ولما نتحدث عن الوسواس القهري مثلا، الوسواس القهري مداه باع كبير. أولا هو يصيب 2-3% من الناس. هناك حالات بسيطة يمكن أن تعالج، ليس بجلسات، بجلسة واحدة. بأن يعلم المريض كيف يقاوم الوساوس، كيف يتصرف معها، وينتهي الموضوع. لكن عندما يكون الوسواس، وكالعادة الناس لا تأتينا بالوسواس من اليوم الأول وهو عنده لسه عرض أو اثنين. لما يجي المريض مر عليه 15 سنة، 15 سنة تكون الوساوس تشعب والمريض اضطرب. هذا علاجه ليس به هذه السهولة، يعني 3-4 جلسات وانتهى الموضوع. لا، يعني اللي كل حالة خصوصيتها، والطبيب بعد يفضل أن يبدأ المريض مشواره عند الطبيب النفسي الذي يقرر الدور النفسي، العلاج النفسي والعلاج الدوائي. والطبيب قادر على تقديم العلاج النفسي، والمعالج النفسي ممكن أن يساعده المعالج النفسي. دكتور، هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان جميعها؟ لا، يمكن. لا طبعا. ليه هاي النظرة دكتور بأنها إما تسبب الإدمان؟ نعم. أو تسبب مثلا تأكل في خلايا الدماغ كما نسمع شعبيا؟ لا، ليس هناك دواء يسبب تأكل خلايا الدماغ، لكن أكيد سمعته من ولكن مرضى. لو وجد أي دواء يسبب أي ضرر يتم سحبه من الأسواق عالميا. يعني الموضوع الناس يتخيلوه فالت، يعني أي واحد يقول للدواء عمل لي تلف بالدماغ خلص، هذا كلام. لا يوجد دواء يسبب تلف بالدماغ. كان هناك دواء واحد ثبت أنه يسبب تلف بالدماغ وألغي بعام 72 قبل عقود. لا، مرة واحدة ولم تتكررها. الأدوية المتوفرة، مضادات القلق، مضادات الوسواس، مضادات الذهان، مثبتات المزاج، هذه كلها أدوية علاجية مثل ما تستعمل مضاد حيوي. وكل تصنيف له دور يقوم. نعم. إذن الدواء النفسي ليس دواء واحد لجميع الحالات. قطعا لا. دكتور، سأذكر لك موقف مريت فيه من أيام قليلة. دخلت إحدى الصيدليات لطلب دواء معين، وسألت الصيدلانية بدافع الفضول لا أكثر عن الأدوية النفسية الموجودة، كيف تصرف؟ هل يشترط الوصفة الطبية والإشراف الطبي؟ بصريح العبارة قالت لا، الكثير يأتوني ويزوروني وأوصف لهم وأعطيهم الأدوية التي تخفض مثلا، إما تضبط المزاج أو مثلا ممكن تكون مضادة للقلق أو الاكتئاب حسب ما هو متوفر في الصيدلية. إلى أي مدى هذا يثير الرعب من الأدوية over the counter؟ هذا مرعب. مرعب جدا. وإحنا منذ الثمانينات نطالب بأن الصيدلة، قانون الصيدلة يتم تعديله، ليس في الأردن فقط، في كل الدول العربية، وقد تم تعديله الحقيقة في معظم دول الخليج الآن. لا يصرف أي دواء بدون وصف. عادة في كل دول العالم هناك قائمة على باب الصيدلية تقول هذه الأدوية التي توصف بلا وصف. نعم. وكل شيء ثاني بوصف، والصيدلي يقرر دون معرفة طبية. الصيدلي لم يدرس الأمراض ولا تشخيصها ولا علاجها، هو يعرف أن هذا الدواء يكتب للاكتئاب. كيف عرف أن هذا اكتئاب؟ لا يجوز أن الصيدلي أن يشخص ويعطي أي علاج، لا في الطب النفسي ولا لغيره، يعني ولا أن يعطي للالتهاب ولا مضاد حيوي. فهذه من الأمور التي يجب أن تؤخذ بحزم من قبل الحكومات، بإعادة القانون جذريا. ولا يوجد شيء اسمه
واحد يدخل على الصدرية وبأخذ الدواء اللي هو بده إياه. عظيم. دكتور خلينا نتحدث الآن عن الاضطرابات النفسية من ناحية استمرارها. هل تستمر مدى الحياة؟ هل الإنسان المضطرب نفسيا يصلح لأن يكون إنسان له بيت، له حياة زوجية، في حلقات اجتماعية، في دوائر عمل؟ في معظم الاضطرابات النفسية المرض النفسي لا يؤثر على مسيرة. نتحدث عن الذهانية. الأمراض النفسية بشكل عام لا تؤثر على الإنسان وعمله وزواجه وحياته، ويمكن وطبعا لا تستمر مدى الحياة. بعض الأمراض كالفصام مثلا، اضطراب مزاج ثنائي القطب، يستمر علاجه مدى الحياة، ولكن ليس كل مرضى الفصام نستطيع أن نعطيهم نفس الصفر. هناك أكثر من 40% يتحسنوا بشكل كامل إلى درجة أنك لن تعرفي أن هذا مريض. هناك كمان 40% يتحسنوا بشكل ممتاز لكن تعودهم بعض الانتكاسات بين الحين والآخر. هناك نسبة كانت زمان تصل 35%، لكن الآن انخفضت إلى دون 20%. ممكن أن يكون مرضهم مزمن وتتدهور حالتهم. وهنالك من انتكس بعد الزواج دكتور؟ بأي وقت ممكن يصير انتكاس. فالفصام المرض لا نستطيع، احنا لا نقول للناس نصيحة عن مرض، احنا نقول عن مريض فلان. عندما يأتي المريض المعين يسألني في نفس اليوم، ثلاث مرضى فصام يسألوني، واحد يسألني أتزوج أقول لا، واحد يسألني أتزوج أقول له نعم لكن تخبر الطرف الآخر، واحد يسألني أتزوج أقول له ممكن بس أجلها شوي. فيعني الإجابة تعتمد على كل مريض وحالته. لا يوجد هناك أي تعميم في أي مرض. وهل نخبر الشريك دكتور بأنه القوانين والشريعة تقول أن أي مرض مزمن، وبالقانون مزمن يعني له سنة أو أكثر، مهما كان لا يحدد نفسي جسدي شو ما كان، إذا عدم إبلاغ الشريك عنه يسمى عقد الزواج تدليس، يعني أن هذا تزوير ويمكن للطرف الآخر إلغاء العقد فور ذهابه للمحكمة بإثبات أن هناك كذب على الشريك أو الطرف الآخر. أنت ركزت على المريض دكتور، المريض أحياناً قد يكون شريك في الوصمة الاجتماعية ضد المرض النفسي عندما يصف نفسه بمرضه. أنا مكتئب وليس لدي أعراض اكتئاب. يعني الذي أنا لا أفضل تسمية الناس أنا مريض نفسي. أنا لست مريض نفسي، أنا إنسان أعاني من مرض. وقد أكون أكثر إنسانية من غيري. أنا مريض أعاني من، أنا إنسان أعاني من كذا. هذه تسمية باستبدال الإنسان واسمه باسم مرضه. نعم. هذه شيء خطير. يعني كان نقول إن فلان عنده سرطان، لا هو سرطاني أو هو نفسي أو هو كلوي. هذا كلام لا يجوز لا منطقيا ولا بأي أخلاقيا إني أسمي الإنسان هو يبقى إنسان ويحترم. أصيب بمرض أيا كان هذا المرض، هو فلان مصاب بهذا المرض. المريض قد يكون من دون وعيه أو ببحثه عن الحل قد يبالغ أحيانا في وصف حالته، لكن هذا يعني ليس ذنبه ولا نستطيع تحميل المسؤولية على المريض. المسؤولية هي على المجتمع وعلى الدولة. نعم. لكن الجميع شريك. طبعا دكتور وليد، قرأت كثيرا في علمك وقرأت كثيرا في أبحاثك وآرائك، واليوم أنت ضيفي، بالأحرى أنا ضيفتك اليوم في عوافي. تشرفت فيك وبحديثك اليوم الملهم عن الطب النفسي بشكل عام ودوره في علاج الاضطرابات والأمراض. كل الشكر لك دكتور وليد سرحان، مستشار أول الطب النفسي والإدمان، على ما قدمت لنا اليوم في عوافي. شكرا لك.